بمشاركة 32 سربة متكونة من مئات الخيال القادمين من مختلف مناطق المغرب، انطلقت فعاليات النسخة 13 من موسم سيد غليمي بمدينة سطات تحت شعار الفروسية هوية ثقافية ومفخرة الشاوية، والذي تنظم جماعة سطات ما بين 26 و29 من الشهر الجاري، فبحضور جمهور غصت به جنبات مدرجات المحرك الذي احتضن يومه الأول تحية المحرك أو التشويرة بلغة الباردية، وطلقتين لكل سربة في استعراض بديع أمام عامل إقليم سطات لهبي الخطيب ورئيس جماعة سطات عبد الرحمن عزيزي والوفد المرافق لهما من فعاليات منتخبة وأمنية وعسكرية ومدنية وعلمية وممثلي المصالح الخارجية. في محيط المكان الذي يحتضن فعاليات موسم التبوريدة والذي لعلع في فضائه صوت ورائحة البارود المنطلق من فوهات بنادق الخيالة على مدار 4 ساعات كاملة، كانت جنبات مضمار محرك الفروسية التقليدية فرصة للمشاهدين من المدرجات للاستمتاع. خيمة رسمية على بضعة أمتار من المدخل الرئيسي مكسوة أراضيها بزرابي حمراء وأرائك تتوسطها موائد على شاكلة خيام الرحل مخصصة للوفود الرسمية، رسمت رونقا تراثيا جميلا في موسم ثقافي يربط الماضي بالحاضر، وأضافت له بصمته الثقافية فرق موسيقية استعراضية للتراث من أحواش والدقة المراكشية الذين استعرضوا عدة أهازيج وحركات وموالات خطفت الأضواء في أمسية تراثية بامتياز. المنظمون تغمرهم الفرحة ومنتشون بنجاح اليوم الأول، بينما الجمهور الذي غطى جنبات فضاء محرك الخيل أجمع على أن دورة هذه السنة استطاعت نيل العلامة البارزة وتحقيق نجاح تنظيمي مبهر مقارنة بالدورات السابقة باقي التفاصيل بالصوت والصورة حصريا لسكوب ماروك من قلب الحدث الأول هذه الأيام بمدينة سطات. كما كتعرفوا كانت الانطلاقة الفعلية ديال موسم سيد الغليمي في دورته 13، الحمد لله كانت مشاركة ديال ما يزيد على 36 سربة، بمعنى أنه عندنا على الأقل ما يزيد على 700 فارس و 700 حصان، فالحمد لله كانت الانطلاقة جيدة. كما كتعرفوا بأنه بالموازات مع هذا المهرجان اللي كيعرف واحد التوافد ديال مجموعة ديال الساكنة ديال مدينة سطات وخارج مدينة سطات حتى من خارج أرض الوطن اللي هما عندهم واحد الحب كبير واحد الشغف كبير يعني لمشاهدة فن التبوريدة، هذا التراث العريق، هذا التراث الأصيل، هذا التراث التاريخي اللي ما علينا إلا نحافظ عليه من قبيل تنظيم هذه المهرجانات اللي كتخلي هذا التراث حاضر يعني من جيل إلى جيل. بالموازات مع هذا التظاهرة يعني ديال فن التبوريدة عندنا برنامج اللي هو متكامل واللي أيضا هو عرف الانطلاقة ديالو، كاين مجموعة ديال السهرات الفنية اللي صراحة من تنظيم يعني الاتصالات المغرب، ثم كاين مجموعة ديال التظاهرات الرياضية، كاين مقابلات في كرة اليد في كرة القدم، كاين مباريات في يعني الكرة الحديدية، ومجموعة ديال يعني التظاهرات الرياضية، أيضا كاين مجموعة ديال التظاهرات الفنية والمسرحيات اللي غادي تكون يعني في المسرح الثقافي. الحمد لله كاين واحد التنوع ديال الانشطه، وهذا كله فيه انخراط ديال مجموعه ديال الجمعيات على المستوى المحلي، فيه مجموعه ديال يعني الفعاليات اللي الحمد لله انخرطوا من اجل يعني تعزيز هذا المهرجان ديال التبوريده، باش الحمد لله يكون برنامج حافل فيه مجموعه ديال الانشطه، فيه مجموعه ديال التظاهرات الفنيه الثقافيه
وغيرها من الندوات. ايضا فكرنا اننا نديروا ندوه اللي كتتاصل لهذا التراث ديال التبوريده، والحمد لله بغينا نربطوا الماضي بالحاضر من اجل اننا نخليوا هذا التراث ديال التبوريده حاضر عند الاجيال اللي هي جايه. ففعلا كاين تنظيم ديال واحد الندوه فكريه اللي الهدف ديالها هو التعريف يعني بالتاريخ ديال مدينه سطات، التاريخ ديال الشاويه، وعلى الخصوص يعني تكلموا على يعني التاريخ ديال التبوريده يعني منذ الزمان الى يومنا هذا. اذا نتمنى الله ان هذا المهرجان يكتمل يعني والكل يعني سيمر بسلام، ونتمنى انه يعني الجمهور السطاتي والساكنه ديال مدينه سطات يعني تستمتع بهذه اللحظات اللي هي لحظات غاليه وغاليه جدا. طبعا هذه السنه هذه وكباقي السنوات حرصنا على يعني الوقوف على الجانب التنظيمي واللوجستيكي المتعلق بالتنظيم لهذه الدوره النسخه 13 للمهرجان سيدي غريمي. تعبئنا كلجنه بتنسيق مع جميع المصالح المعنيه سواء المرأب البلدي ولا المناطق الخضراء ولا مصلحه الكليراج. كان الوقوف ديالنا تقريبا دي واحد 20 يوم، وحنا حريصين التواجد ديالنا يوميا بالتنسيق مع المصالح طبعا باش نوجدوا جميع ما يتعلق بهذا الموسم. كي كتشوف لا على مستوى الاناره، لا على مستوى تهيئه الفضاء، لا على مستوى التزيين، لا على مستوى هاد الخيمه الرسميه ديال كل هاد الاشياء هذه. العمال ديال الجماعه يعني كانوا من فتره الصباح حتى الليل يعني كيكونوا متواجدين. وطبعا كانت بعض الصعوبات لان هاد السنه هذه الجماعه يعني الثقل كان كله على جماعه سطات باش انها توجد هاد يعني توفر هاد اللوجيستيك كله اللي كيتعلق بالتنظيم لهذه الدوره هذه نسخه 13 مهرجان سيدي غريمي. الحمد لله هاد الترتيبات كلها يعني فضات يعني تمر الاجواء كلها مزيان. ما كاينش اوكي ريكلاماسيون هاد السنه هذه لا على مستوى الزوار ولا على مستوى المشاركين. السنه الفايته يعني اليوم الاول كانت باقي بعض الصعوبات، ولكن الحمد لله احنا بالامس يعني جميع الترتيبات توجدات لا على مستوى الخدمه ديال الماء، توفرت لجميع الخيام، مستوى المراحيض هذه السنه هذه كانوا في المستوى وكانوا بالقرب من جميع المشاركين، كذلك على مستوى البنيه التحتيه. كل هذه الامور هذه يعني الحمد لله تمكنا اننا نتغلبوا على جميع الصعاب، والامور غدا على ما يرام الحمد لله. هذا هو المبتغى وهذا هو اللي بغينا نوصلوا ان شاء الله. والحمد لله جماعه سطات يعني بصمات هذه السنه هذه نسخه ناجحه بامتياز، وكل هذا يعني باش ساكنه مدينه سطات والزوار ديالها يعني يشوفوا اجواء جميله في هذه النسخه هذه اللي كنتمنى انها تكرر السنوات الجايه وتزيد افضل من هذا الشيء اللي درناه السنه هذه. بمناسبة عيد العرش المجيد، جماعة سطات تنظم المهرجان السنوي 13 لسيدي الغليمي تحت شعار الفروسية هوية ثقافية ومفخرة الشاوية من 26 إلى 29 يوليوز. مهرجان الشاوية لسيدي الغليمي فن وتراث.